سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا مقدمة العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى. وكنا وقفنا عند كلام ابن خلدون عن علوم الحديث وتاريخ علوم الحديث، واتكلمنا آخر مرة عن الإمام البخاري وعن الإمام مسلم في سياق حديث ابن خلدون عن الكتب التي ألفت وصنفت في هذا العلم. احنا لو تذكروا حضراتكم كنا اتكلمنا عن الصحاح، وقلنا انه الصحاح اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه الكتب اشترط اصحابها على انفسهم ان يجمعوا ما صح عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نوع اخر من الكتب اسمه السنن. اسمه ماذا؟ السنن. والسنن التزم اصحابها ان يجمعوا الاحاديث المتعلقه بالاحكام. يعني انت لو فتحنا صحيح البخاري هنلاقي كتاب العلم، هنلاقي كتاب الايمان، هنلاقي احاديث الساعه، هنلاقي احاديث عن الغيبيات، هنلاقي كتاب في التفسير. فكتب متنوعه تشمل الاحكام الفقهيه وغير الاحكام الفقهيه. كتب السنن أصحابها لا يجمعون فيها إلا الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وغالبا بتكون مرتبة وفق أبواب الفقه. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى ومع ذلك في آخر الصفحة رقم 941، ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح اللي هو صحيح البخاري ومسلم، لم يستوعب الصحيح، وهذا تحدثنا فيه المرة السابقة. قال: وقد استدرك الناس عليهما في ذلك بما أغفل من شروطهما، فألفت مجموعة كتب اسمها المستدركات، أبرزها المستدرك على الصحيحين للحاكم. الحاكم ماذا كان يفعل؟ كان يقول: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، هذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم. واضح؟ ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ اتكلمنا عنه في المرة السابقة أيضا، حيث اشترط كل إمام من الإمامين أن يجمع أحاديث وفق معايير معينة. معايير البخاري زي ما قلنا المرة اللي فاتت كانت أدق وأعلى من معايير الإمام مسلم، حيث اشترط الإمام البخاري أن يلتقي كل راو بمن يروي عنه. أما الإمام مسلم فقد اشترط المعاصرة ولم يشترط اللقاء، يعني يكفي عندما يروي راوي عن راوي أن نعلم أنهما كانا متعاصرين. طيب، يبقى إذن ده بخصوص صحيحي البخاري ومسلم. قال: ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح. بأوسع من الصحيح في إيه يا أخوانا؟ أتلاحظوا أنه صحيح البخاري وصحيح مسلم التزم إيراد الصحيح، وإحنا كنا عرفنا قبل كده حضراتكم الحديث الصحيح، قلنا هو الذي ينقله العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وقلنا إن الضابط تام الضبط، إذا خف الضبط بيكون الحديث إيه؟ حسن. لذلك لما تيجوا حضراتكم تقرأوا في كتب علوم الحديث يقول لك: أين نجد الحديث الحسن؟ يعني الحديث الصحيح عرفنا،
نجدها في البخاري ومسلم، إن رواة البخاري ومسلم من حيث الضبط في أعلى درجات الضبط. طيب إمتى بقى نجد أو أين نجد الرواة اللي هم لا يوصفون بالضبط التام؟ قال لك الحديث الحسن مصادره كتب السنن الأربعة، ومصادره أيضا مسند الإمام أحمد، ومن مصادره مسند أبي يعلى الموصلي. يبقى رواة البخاري ومسلم يختلف عن رواة كتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. طبعا هتلاقي في من رواة البخاري ومسلم موجودين في السنن الأربعة، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن الرواة الموجودون في السنن الأربعة غالبهم ممن خف إيه؟ ممن خف ضبطه. لذلك العلماء يقولوا إنه أهم مصادر الحديث الحسن ماذا؟ السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، ومعه أيضا مسند أبو يعلى الموصلي. طيب من هم هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله ألف كتابه اللي سماه الجامع، ألف كتابه الجامع أيضا. والإمام الترمذي هو اسمه أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، المتوفى سنة 279 من الهجرة، وكان الإمام الترمذي من خواص تلاميذ الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. هتلاحظوا أن الإمام البخاري من تلامذته الإمام مسلم، من تلامذته الإمام الترمذي. الإمام الترمذي شهد له من العلماء والمعاصرين له بالعلم والحفظ والمعرفة والديانة والورع، يعني كان رجل يجمع بين العلم ويجمع بين الديانة والخشية من الله سبحانه وتعالى. ويقال إنه في آخر عمره رحمه الله كف بصره من كثرة البكاء من خشية الله. الإمام الترمذي عليه رحمة الله كف بصره في آخر عمره من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حافظ الإدريسي يقول عنه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف له طبعا تصانيف كثيرة، منها الكتاب الذي نتحدث عنه هو كتاب السنن، صنف الجامع والتواريخ والعلل، كان يضرب به المثل في الحفظ. الكتاب اللي هو معانا اللي هو اسمه الجامع المشهور بسنن الترمذي هو أهم مصادر الحديث، أهم مصادر الحديث الحسن. وعلى هذا نص ابن الصلاح عليه رحمة الله في مقدمته، مقدمة ابن الصلاح تعتبر يعني من العمد في هذا الفن، يعني اللي عايز يدرس علوم الحديث فأول كتاب يرجع إليه وأقدم كتاب يمكن الرجوع إليه هو كتاب مقدمة ابن الصلاح. ماذا يقول ابن الصلاح؟ يقول كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، أصل في معرفة الحديث الحسن. الإمام الترمذي عليه رحمة الله يعني في هذا الكتاب كان يضع الأحاديث مرتبة على الأبواب، خلاص كده، وهذه الأبواب كان يجعلها أبوابا فقهية، خلاص كده، ويشير بعد إيراده للأحاديث إلى بعض العلل التي يشتمل عليها الحديث، ويشير إلى بعض أسماء الرواة، ويشير إلى بعض كنى الرواة، ويشير إلى بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة. فالكتاب مليء بالفوائد الغزيرة اللي ممكن يحصلها الدارس بالإضافة إلى تحصيله لسنن وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للإمام الترمذي. الإمام أبو داود أيضا ألف كتاب السنن، واسمه أبو داود سليمان بن الأشعث، توفي 273. لاحظوا أن هؤلاء الأئمة جميعا كانوا متعاصرين، فإذا كان الترمذي توفى 279 فأبو داود توفى 273.
أبو داود أيضا من تلامذة الإمام البخاري عليه رحمة الله، وقالوا إنه كان في هديه وسمته يشبه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. وقيل عن أبي داود عليه رحمة الله إنه لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد، يعني سيدنا داود الله عز وجل ألان له الحديد وجعله يصنع منه الدروع وكذا، فيقولون إنه الحديث صار لينا لأبي داود كما ألان الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود النبي الحديث، بمعنى إنه كان متمكنا من صناعة الحديث تمكنا تاما. الحافظ أيضا موسى ابن هارون يقول خلق أبو داود في الدنيا للحديث، يعني لما في ناس كده لما تلاقيهم مستغرقين في بعض الأعمال وهذه الأعمال تأخذ عليهم جل أوقاتهم، تقول له إن الرجل ده كأنه ربنا خلقه للمهمة دي. فالحافظ موسى ابن هارون يقول خلق أو خلق أبو داود في الدنيا للحديث، أو خلق الله أبو داود في الدنيا للحديث، كأنه هذا الرجل كان لا يعرف حين يكون يعني في بيته أو خارج بيته إلا الاشتغال بعلم الحديث. يكمل ويقول وفي الآخرة للجنة، يعني هذا الرجل خلقه الله في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، يقول ما رأيت أفضل منه. والإمام الحاكم أيضا أبو عبد الله يقول أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. كتابه السنن الذي نتحدث عنه أو الذي ذكره العلامة ابن خلدون الآن بيقولوا إنه انتقاه من مئات ألاف الحديث، انتقاه من 500,000 حديث تقريبا. قلنا لحضراتكم إزاي 500,000 حديث؟ قلنا لأنه كلمة حديث عند المحدثين بتشمل كل الأسانيد التي تروى في الحديث الواحد، يعني أنت بالنسبة لك إنما الأعمال بالنيات ده حديث واحد. هذا الحديث إذا كان لعشرين طريق يعني 20 سند فهو عند المحدثين 20 حديث. واضح؟ لأنه كتير من الناس يقول لك إزاي 500,000 حديث؟ وكل ما نعرفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع لا يتجاوز 30,000 حديث. طبعا إحنا هنا بنقول 30,000 حديث يعني المتن، لكن عند المحدثين الواحد منهم كان عنده طرق كثيرة للحديث الإيه؟ للحديث الواحد، ثم كان ينتقي أفضلها ويكتبه فيه ويدونه في كتابه. في كتاب السنن أيضا زي ما قلنا لحضراتكم عني في هذا الكتاب بأحاديث الأحكام لأحاديث الفقه، فيورد في كتابه أحاديث الطهارة أحاديث الصلاة أحاديث البيوع إلى آخره. وأيضا عمل زي الترمذي وضع في كتابه بعض الفوائد واشترط على نفسه في المقدمة وقال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وفيه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. يعني الكتاب لا يسير على نمط واحد، فبعض الأحاديث أصح من بعضها وبعضها أقوى من بعضها. لذلك حضرتكم يستحيل تلاقوا وفق منهج المحدثين في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث موضوع. في السنن الأربعة قد يعثر على أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة. واضح؟ فبعضها إيه أو أصح من بعض كما يقول ماذا كما يقول الشيخ، لكن طبعا غالب أحاديث السنن الأربعة أحاديث حسنة وهي ما بين الحسن والصحة أيضا. وقد اختلفت الآراء، الآراء اختلفت في قول أبو داود هذا اللي هو بعضها أصح من بعض، فيعني بعضهم قال إنه هل يستفاد من هذا القول إنه ما سكت عليه في كتابه فهو صحيح ولا حسن؟ يعني إذا ما نبهش على حديث وقال إنه فيه وهن أو فيه الراوي الفلاني ضعيف أو كذا، هل إذا سكت على حديث فهو صحيح عنده أو حسن؟ فيها خلاف بين أهل إيه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. النووي وابن الصلاح قالوا إنه إذا سكت على حديث يكون حديثا حسنا ما لم ينص هو على صحته. علماء الحديث اللي هم المعاصرين يقولون إنه ما سكت عنه أبو داود في كتابه ولو نبه على ضعفه فهو متنوع، يعني يدور بين قد يكون حسنا وقد يكون ماذا وقد يكون صحيحا.
الإمام الثالث الذي ذكره لنا ابن خلدون هو الإمام النسائي. الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، المتوفى سنة 303. الإمام النسائي متأخر شوية عن أبو داود والترمذي، توفى سنة 303. الدارقطني شهد له بالعلم والمعرفة والفضل أيضا، فقال إن أبو عبد الرحمن هو النسائي مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، يعني كان إمام أهل عصره في وقته في علم الحديث. أيضا وقيل عنه كان النسائي إماما حافظا ثبت، واشتهر الإمام النسائي بشدة تحريه في الأحاديث التي يرويها وينقلها، واشتهر أيضا بشدة تحريه في الرجال الذين ينقل عنهم. الكتاب اللي المشهور به الإمام النسائي كتاب كبير اسمه السنن الكبرى أو المجتبى، السنن الكبرى أو المجتبى، اللي هو مشهور بسنن النسائي، سنن النسائي. في هذا الكتاب أيضا جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأبواب الفقهية ورتبه على الأبواب، والكتاب يعني مشهور بين أهل العلم. الكتاب الرابع الذي ذكره العلاء بن خلدون هو كتاب السنن أيضا لابن ماجة. ابن ماجة اسمه محمد ابن يزيد القزويني، وهو يعني توفى سنة 273، وكان معاصر لأبو داود والترمذي. ليه أخرنا الحديث، أو دائما ليه بيؤخر ابن ماجة في الذكر؟ لأنه سنن ابن ماجة ليس بجودة الكتب السابقة الثلاثة، ليس بجودتها، هو أقلها من حيث الجودة، ومن حيث ما اشترطه على نفسه الإمام ابن ماجة في سنن، لدرجة أن بعض الناس لما بيقولوا السنن الأربعة بيخرجوا منها سنن ابن ماجة وبيحطوا بدلها سنن الدارمي. يعني الدارمي ليس من الكتب الستة الكبرى، لما بنقول الكتب الستة الكبرى يبقى البخاري ومسلم الصحيحان والسنن الأربعة. ما هي السنن الأربعة؟ فيها خلاف، بعضهم يقول ابن ماجة وهو المشهور، وبعضهم يقول سنن سنن الدارمي. فالقصد انه ابن ماجة بيؤخر في الذكر لان شروطه اقل من بقية الأئمة. ابن ماجة بيقول عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع وأكثرها، يعني بيمدح في الكتاب وبيمدح في المجهود الذي بذله ابن ماجة في جمعه لهذا الكتاب. المتقدمين من أهل العلم زي ما قلنا حضراتكم ما كانوش بيعدوا السنن ابن ماجة من الكتب الستة، بل كانوا يضعون بدلا منه سنن الدارمي، أو يضعون بدلا منه موطأ، يعني يقولون الموطأ هو سادس الكتب الستة الكبرى التي هي دواوين السنة النبوية، وإنما وضعه المتأخرون لما فيه من فوائد ولما فيه من أدلة فقهية يحتاج إليها الفقهاء. الكتاب بيؤخر زمان حضراتكم لأنه في بعض الأحاديث الموضوعة بيروي في هذا الكتاب عن بعض المتهمين بالتدليس وبالكذب، فلذلك بيؤخر أهل الإيه؟ بيؤخر أهل العلم. المهم هنا إن إحنا نكون تعرفنا على الأسماء التي ذكرها العلاء بن خلدون، وعرفنا أيضا إنه علم الحديث الذي يتحدث عنه ابن خلدون الآن علم بذل فيه مجهود كبير حتى تصل لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لعبارة ابن خلدون يقول ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وعبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح. قلنا أوسع في إيه بقى؟ أوسع من حيث الشروط التي اشترطوها، فوسعوا في هذه الشروط. أما البخاري ومسلم فقد ضيقوا في ماذا؟ في الشروط، بأوسع من الصحيح، وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل. يبقى السنن الأربعة قصدوا ما توفرت فيه شروط العمل، يعني الحديث الذي يصح أن يعمل به. وأهل الحديث يا إخواننا وأهل العلم يفرقوا بين الحديث من حيث أنه يفيد العلم أو يفيد العمل، يفيد العلم والاعتقاد يعني، ولا يفيد العمل. ما يفيد الاعتقاد بيتشدد فيه، وما يفيد العمل بيتساهل فيه قليلا.
إما في الرتبة العالية في الإسناد وهو الصحيح كما هو معروف، وإما في الذي دونه كالحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة والعمل بها. وهذه هي المسانيد المعتمدة في الملة. إيه هي المسانيد المعتمدة في الملة؟ الستة اللي احنا ذكرناهم، البخاري ومسلم، وهذه السنن الأربعة، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة. وممكن تشيل ابن ماجة وتحط الموطأ أو تحط سنن الدارمي، واضح؟ على خلاف بين أهل العلم. هذه الكتب الستة هي أمهات كتب الحديث، يعني لا تكاد تجد حديث خارج هذه الكتب الستة. يعني إذا رحت المسند الإمام أحمد مثلا، نعم ستجد فيه بعض الأحاديث اللي مش موجودة في الستة، نعم، لكنه قليل. فأنت لو عندك البخاري ومسلم وعندك الكتب الأربعة هذه، فأنت الآن عندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة 95%. طيب، قال: ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث. يعني لما تقول أنا عايز أتعلم علم الحديث، أنت ماذا تتعلم في هذا العلم؟ أنت تتعلم شروط الأئمة في جمعهم لكتبهم، ما هي شروط البخاري وما هي شروط مسلم وما هي شروط الأئمة الأربعة الذين جاءوا بعد ذلك. ثم تتحدث أيضا في هذا العلم عن الاصطلاحات التي يوردها أهل العلم في كتب، ما معنى حسن، ما معنى صحيح، ما معنى ضعيف، ما معنى موضوع، ما معنى معلق، ما معنى التدليس، ما معنى الإرسال. كل هذه اصطلاحات ومفردات يتداولها أهل العلم بالحديث. فبالتالي دارس الحديث عندما يدرس الحديث يتعرف على هذه الاصطلاحات. قال: وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب. بعض العلوم المتعلقة بالحديث بتفرد بالتصنيف، زي علم الناسخ والمنسوخ، زي برضو في علوم القرآن. علم الناسخ والمنسوخ بيذكر ضمن علوم القرآن، وبيذكره الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، وبيذكره الزركشي في كتابه البرهان. لكن مع ذلك حضرتك هتلاقي فيه كتب خاصة اسمها الناسخ والمنسوخ، أفردت بالإيه؟ أفردت بالتأليف. وكذا الغريب. إيه الغريب؟ الغريب هو الألفاظ غير المتداولة، زي ما نقول مثلا غريب القرآن. إيه غريب القرآن؟ الألفاظ غير المتداولة التي لا يعرفها أهل العصر، زي كلمة غشاوة، سندس، استبرق، ضيزة، إلى آخر هذه الكلمات التي لا نعرف معناها. فهذه ألفاظ غريبة عنا نحن. لذلك علم الغريب علم يعني إيه؟ متجدد بحسب حالة الناس. فما كان غريبا بالنسبة لبعض الناس في القديم، فما لم يكن غريبا بالنسبة لبعض الناس في القديم هو بالنسبة لنا نحن غريب، لأننا لا نستخدم هذه الكلمات أو لا نعرف معناها. وألفت كتب في الغريب كثيرة جدا، أبرزها وأشهرها كتاب الغريبين لابن قتيبة، الغريبين، غريب القرآن وغريب السنة، ورتبه على حروف المعجم. يعني حضرتك لو وقفت على أي كلمة أنت مش عارف معناها في القرآن، أو أي كلمة أنت مش عارف معناها في السنة، لما تيجي تقرأ مثلا إيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحث مثلا على الصدقة، يقول: إن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما تربون أو كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. مثلا كلمة فلوه، ما هو الفلو؟ هذه كلمة غريبة لا نستخدمها. فحركها ترجع لكتاب مثلا غريبين لابن قتيبة، وتدور على حرف الفاء، وبعدين بعد ما تروح لحرف الفاء تدور على حرف اللام، لأن الفاء لام، حتى تجد هذه اللفظة، تجد ابن قتيبة يذكرها في هذا الكتاب. فابن قتيبة في هذا الكتاب، كتاب الغريبين، جمع الألفاظ الغريبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والألفاظ أيضا الغير المتداولة أو التي قد تكون غريبة على بعض الناس بالنسبة للقرآن. وكذا الغريب، كل يعني كتير مؤلفات الغريب كثيرة جدا، وللناس فيه تأليف مشهورة. ثم المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أيضا علم أفردة، أفردة بالإيه؟ أفردة بالتصنيف. وكنا كلمنا قبل كده عن المؤتلف والمختلف، وقلنا إن المؤتلف والمختلف إنه عندي أنا أسماء رواه مؤتلفة في الخط، يعني رسمها واحد لكنها مختلفة في التنقيط والشكل أو في النطق. زي مثلا لما أقول أبو حمزة وأبو جمرة، واضح؟ فحمزة وجمرة الرسم واحد، لكن هذه منقوطة وهذه
غير منقوطة، عند الحاء هنا منقوطة وهناك غير منقوطة، حمزة جمرة، هنا حاء وهنا جيم، وهذه زاي وهذه راء. فالاختلاف فين؟ في التنقيط أو في التشكيل أو في نطق الإيه أو في نطق الكلمات. فهذا علم قائم برأسه بيبحث هذا العلم الرواه الذين تتفق صور أسمائهم، لأنه ده موطن كبير جدا للغلط. يعني إذا حضرتك قلت أو راجعت الحديث لقيت أن روي أبو حمزة، وأنت أبو حمزة ده عارفه، وبعدين أنت جبت تقرأ أبو جمرة، تقول مين أبو جمرة ده؟ بناء على أنك ما تعرفش أبو جمرة، بناء على نطقك الخاطئ للكلمة، هتقول إذن هذا الحديث فيه مجهول، فتحكم وترد الحديث. لذلك لخطورة هذا العلماء اعتنوا بهذا العلم حتى لا يقع العلماء في هذا الخطأ، فينطقون أسماء الرواة نطقا غير صحيح، وبالتالي يصبح الراوي بالنسبة لهم ماذا؟ يصبح الراوي بالنسبة لهم مجهولا، فيردون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أفرد بالتأليف واعتني به، والمؤلفات فيه كثير. ثم قال: وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا. كتب علوم الحديث كثيرة جدا جدا، وأنا النهاردة كنت يعني مع بعض الطلاب اللي بيدرسوا علوم الحديث، لقيته مشتري بعض كتب علوم الحديث لبعض العلماء المعاصرين. يعني قلت له: يا حبيبي، انت الان لو رجعت للكتب الامهات ودرستها جيدا، يعني ايه، ستستغني عن كل هذه الكتب، وغالب هؤلاء المعاصرين ينقلون من القدامى. السلم التعليمي لدراسة علوم الحديث معروف، تبدأ بنخبة الفكر، ثم بعد نخبة الفكر وإتقانه جيدا تدخل بعد ذلك على التدريب الراوي للسيوطي، خلصت تدريب الراوي للسيوطي تدخل على ألفية الحديث العراقي، ولن تحتاج مع هذه الكتب إلى شيء بعد ذلك. يعني إذا أتقنت هذه الكتب لن تحتاج معها بعد ذلك إلى شيء، ربما تضع اختصار علوم الحديث في بعد نخبة الفكر، ربما تحتاج إلى هذا. ده بالنسبة لدراسة علم الحديث وفق منهج المحدثين. عايز تضيف نظرات الفقهاء، نظرات الفقهاء في الدراسة، هتحط مع هذه الكتب أو قبل ألفية العراقي هتحط معها كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري مع تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غد. يبقى أنت كده جمعت بين نظرات المحدثين ونظرات الفقهاء والأصوليين في تناول مسائل علوم الحديث. هتحتاج مع هذا للتعرف على تاريخ علم الحديث. عندك أبرز كتاب أليف في هذا الشأن كتاب العلامة الشيخ محمد أبو زهو الشيخ مشايخنا، اللي هو الحديث والمحدثون. هتحتاج مع هذا للتعرف على كيفية التخريج، كيف أخرج حديث رسول الله وأثار الصحابة والتابعين. أجمع كتب ألفت في هذا على حد علمي كتب شيخنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر رحمه الله تعالى، طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جزئين، وطرق تخريج أثار الصحابة والتابعين جزء صغير. لن تحتاج مع هذه الكتب إلى شيء، وبعد ذلك يمكنك أن تطالع أي كتاب وأنت مستريح. فأنت الطالب لا يتعب نفسه، لذلك دي أهمية أنك تطلب العلم على إيد شيخ يوفر عليك يعني إيه مسافات طويلة جدا من اللف والدوران. فإذا الشيخ يقول: قد ألف الناس في علوم الحديث وأكثر. طبعا لما المؤلفات بتكثر بيصبح بعضها مدرسي وبعضها غير مدرسي، أو بعضها موضوع للدراسة وبعضها موضوع غير لغير الدراسة. لذلك من فقه العلم يا أخوانا، وإحنا بنتكلم في مجلس فلسفة العلوم الآن، من فقه العلم إنك تبقى كطالب علم عارف إيه هو الكتاب اللي أذكره وإيه هو الكتاب اللي أقراه. مش كل كتاب يتذاكر ومش كل كتاب يتقري، أو مش كل كتاب يتذاكر ينفع تقراه، ولا كل كتاب يتقري ينفع تذاكره. لذلك في كتب مدرسية اللي هي الكتب التي ألفها علماء الأزهر وجعلوا عليها الشروح والحواشي والتقريرات، بحيث حضرتك لما تقرأ متن وحاجة وقفت قدامك ترجع للشرح، حاجة وقفت قدامك ترجع للحاشية، وهكذا. فدي كتب مدرسية يعني معدة للدرس. لذلك يجي بعض الناس اللي مش فاهمين يقول لك عصر المتون والحواشي والتقريرات ده عصر الظلام في الأزهر، وهو مش عارف ليه، لأن هو الأئمة بيهتموا في هذه الكتب بتحليل العبارات،
فتلاقيه في بسم الله الرحمن الرحيم كتب لك معنى بسم الله الرحمن الرحيم والأوجه الإعرابية فيها وشارح الرحمة والرحمن ومش عارف ويدخلك في مسائل كثيرة جدا عشان تدخل بعد ذلك في العلم. فيقول لك يعني طب دلوقتي احنا استفدنا ايه وايه لازمة التحقيقات دي كلها وايه لازمة يعني التعمق ده كله. العلماء ليهم غرض في هذا، الغرض ببساطة هو انك تعود الطالب على انه لا يقرأ قراءة صحف وجرائد. كتب العلم لا تقرأ كما تقرأ الصحف والجرائد، هتقرأ كتب العلم كما تقرأ الصحف والجرائد مش هتتعلم حاجة. لذلك احنا كنا احيانا نروح الدرس نقرأ سطرين ونمشي. دلوقتي الطلبة ما شاء الله يقول لك عايزين نخلص الكتاب يا شيخ. الشيخ والله كنا نقرأ سطرين ونمشي، نص صفحة ونمشي. هو الدراسة حاجة والقراءة حاجة. فإذا إذا كانت الكتب كثيرة فأنت كطالب علم ينبغي أن تميز بين ما يدرس وما لا يدرس. في كتب تقراها لوحدك وفي كتب لازم تقراها على يد الشيخ وهكذا. إذا وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثره وينفح لعلمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة. الحاكم ألف ماذا؟ ألف المستدرك على الصحيحين وكتاب، وطبعا وله كتب أخرى غير هذا، ويعني هو من المعتنين بهذا الفن. وهو الذي هدبه وأظهر محاسنه، وأشهر كتاب متأخرين فيه كتاب أبي عامر بن الصلاح اللي هو المقدمة اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه، مقدمة ابن الصلاح. وأفضل تحقيق لهذه المقدمة تحقيق عائشة عبد الرحمن بنت الشاطر، ولعلها هي أول من أخرج هذا الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم الطباعة في هذا العصر. يعني لا يكاد يباع هذا الكتاب فيما أعلم، يعني أو يعني هو أشهر تحقيقاته. نعم رأيت له تحقيقات أخرى، لكن كتاب مقدمة ابن الصلاح أول من وأشهر من حققه هي عائشة عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطر رحمها الله. قال وأشهر كتاب المتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح، كان لعهد أوائل المئة السابعة وتلاه محيي الدين النووي. محيي الدين النووي ماذا فعل؟ خد مقدمة ابن الصلاح واختصرها وهذبها خلاص كده، وألف كتاب تقريب النووي الذي شرحه بعد ذلك الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي، شرح تقريب النووي. يبقى حضرتك لو ذكرت أو حد شرح لك كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي يبقى أنت كده، لأنه طبعا تدريب الراوي لما تيجي تقرأ فيه هتلاقي متن النووي فوق وشرح السيوطي تحت، فأنت تكون جمعت ما في مقدمة ابن الصلاح وما عند النووي وما زاده السيوطي أيضا عليهما من شرح. لذلك الطالب مباشرة بعد نخبة الفكر، بعد ما ياخد فكرة سريعة عن المصطلحات الحديثية، أنا شايف أنه ممكن يدخل مباشرة في دراسة كتاب تدريب الراوي والله أعلم. والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة، فهو هذا الفن فن شريف هدفه شريف. لماذا؟ إن هدفه هو حفظ سنن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث وسدراتها على المتقدمين، إذ العادة تشهد بأن هؤلاء مع تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا يغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر. بمعنى آخر إنه لن تجد ولا يصح أن يخرج إنسان علينا الآن يقول والله أنا عندي حديث، الحديث ده نقول له وجدت فين؟ يقول لك لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربعة ولا في مسند أحمد ولا في غيره من المصنفات الحديثية، وإنما هذا الحديث أنا عثرت عليه في مخطوطة قديمة مثلا. يقول لك هذا الكلام غير مقبول من صاحبه. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء تتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا افترضنا أنك وجدت في مخطوطة قديمة بعض ما ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقينا هتلاقي هذا المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب التي يرويها الأئمة، التي يرويها هؤلاء الأئمة والتي كتبها هؤلاء الأئمة، أو هيبقى الحديث لا أصل له.
لا أصل له، لأنك عشان تثبت نسبة هذا الكلام لرسول الله لازم تورد إسناد، لازم تورد إسناد، هذا الإسناد فيه أسماء رجال، ثم يثبت لك اتصال هؤلاء الرجال بعضهم لبعض، أو معاصرة هؤلاء الرجال بعضهم لبعض، أو رواية هؤلاء الرجال بعضهم عن بعض. فإذا حضرتك ما عملتش دوت، يبقى الحديث بتاعك يقول لك ده كلام فارغ، إيه خليه في المخطوطة زي ما هو. فإذا لم يثبت عندنا شروط قبول الحديث لا نقول إنه ماذا؟ إنه حديث. فالعلماء كانوا بيستوثقوا جدا من نسبة شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. إذا إحنا عندنا يا أخواننا الآن من أول عصر الصحابة رضي الله عنهم، من سنة واحد من الهجرة، أو هنقول من سنة 12 من الهجرة، من بعد وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عصر هؤلاء الأئمة المتأخرين أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك حتى القرن الثالث الهجري. هذه العصور هي عصور الأسانيد، هي عصور ماذا؟ الإسناد. بعد هذه العصور إيه اللي حصل؟ بعد تدوين هذه الكتب إيه اللي حصل؟ صارت تعزى السنة للكتب. يعني أنت يكفيك الآن أنك تقول هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح مسلم، واضح؟ طيب إيه الأسانيد اللي بياخدها الناس في هذا العصر؟ يقول لك فلان هيروي صحيح البخاري، أو فلان هيروي كذا. هل هذا الإسناد فعلا يثبت به صحيح البخاري أو غيره؟ هذه الأسانيد في معظمها أسانيد تبركية، لكن ثبوت أحاديث صحيح البخاري ثبت بالأسانيد التي دونها البخاري، ثم تواتر بين أهل العلم أو تواتر بين المسلمين ما في صحيح البخاري. فلا، نحن لا نثبت صحيح البخاري، نحن لا نثبت الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري بما يقول عنه متأخرون إنه أسانيد، وإنما هو ثابت بالتواتر بتلقي الأمة له بالقبول. لذلك إحنا يكفينا نحن نقول هذا حديث رواه البخاري. طب أنا عايز أتأكد إنه هذا حديث قاله رسول الله، هترجع للأسانيد التي أوردها البخاري. يبقى إذن أيام هؤلاء الأئمة كان العزل عزل الحديث لقائله هذا رواه فلان عن فلان عن فلان. نحن الآن بعد التدوين نعزل الحديث لمصنفه أو لأصحاب التصنيف الذين جمعوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين، إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعصر عليه المتأخر. هذا بعيد عنهم، وإنما تنصرف عناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات المكتوبة. طيب ليه بعيد عنهم برضو يا جماعة؟ في معنى مهم جدا لازم حالكم تكونوا عارفين ليه بعيد عنهم؟ لأنه في حاجة اسمها الجماعة العلمية. إيه الجماعة العلمية دي؟ يعني ببساطة اللي شغال في صنعة بيبقى عارف كل اللي شغالين في الصنعة دي، تمام؟ أنا لو رجل أعمال مثلا شغال في إنتاج مثلا الأدوات الكهربائية، فأنا عارف إن في عندي مثلا أربع شركات في البلد اللي أنا فيها صاحبها فلان وفلان وفلان، ودول بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، والفرق بين المنتج بتاعنا كذا والمنتج بتاعهم كذا. فكل ناس شغالين في صنعة عارفين بعض. عارفين إيه؟ عارفين بعض. حتى في التخصصات الأطباء المتخصصين مثلا في القلب أو في الأعصاب أو في كذا، هتلاقي أشهر الأطباء عارفين بعض وعارفين شغل بعض وعارفين شغل بعض كويس. فلذلك لما يكون في حديث لم يعرفه إمام من هؤلاء الأئمة اللي هم كانوا مشهود لهم بالخير والتقوى والعلم والحرص على جمع كل ما وقع بين أيديهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن كل حديث لا يعرفه هؤلاء فهو ليس بحديث. إذن ده السبب في قول الإيه؟ في قول الشيخ إنه يبعد، هذا بعيد ألا يعصر عليه إمام من هؤلاء الإيه الأئمة. ومع ذلك مش مستحيل، يعني من ناحية العقلية مش مستحيل عقلا أن يكون في حديث لا يعرفه هؤلاء الأئمة، لكن بشرط إيه زي ما قلنا من شوية، بشرط أن حضرتك تجيب الحديث ومعه إسناده. طيب وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية. لذلك
هتلاقوا انه رواية الحديث الان عبارة عن ايه؟ هتجيب صحيح البخاري وتوزع الكتاب على الطلاب ونقعد نقرأ المصنف اللي مكتوب. محدش بيروي حديث على الطريقة القديمة. الطريقة القديمة فلان ده والله سمع فلان بيقول كذا، فبيقول والله سمعت فلان يقول كذا، أو روى لي فلان كذا. فأنا كواحد جاي عايز أصنف وأجمع الأحاديث، أروح لفلان أقول له ماذا سمعت من حديث فلان، ماذا سمعت من حديث فلان، وأقعد كده ألف على البلدان وألف على الرواة وكذا حتى أصنف وأجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي حصل بعد كده إيه؟ بعد تدوين هذه الأمهات إنه صارت العناية بضبط المكتوب، إن الطالب يضبط المكتوب يقرأ صح حتى ينقله بصورة صحيحة. لذلك من أنواع الضبط زي ما قلنا حضراتكم قبل ذلك ضبط الكتاب، إنك تروح بكتابك للشيخ اللي بيروي لك صحيح البخاري وتضبط الألفاظ. والآن الطباعة يسرت هذه العملية جدا. قال وضبطها بالروايات عن الحديث من الشروط والأحكام تتصل الأسانيد محكمة مبدئها إلى منتهاها، ولم يزيدوا في ذلك العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمس إلا في الأقل. يعني عناية الأمة كانت بهذه الأمهات أكثر من إيه؟ أكثر من غيرها، فلا تكاد تجد حديثا يخرج عن هذه الكتب كما قلنا. فأما صحيح البخاري هو عليها رتبة، فاستصعب الناس شرحه واستغرقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق، ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم. وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في التراجم، لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. طيب ماذا فعل الإمام البخاري في صحيحه؟ الإمام البخاري يا أخوانا أورد الأحاديث منسوبة إلى رجالها. فأنا دلوقتي لو عايز أشرح الحديث الكتاب دوت لازم أكون عارف رجال الشام ورجال الحجاز ورجال العراق ورجال سمرقند ورجال ما وراء النهر، لأن الإمام البخاري لف اللفة دي كلها. وحكينا حضراتكم المرة اللي فاتت أنه ذهب إلى الحواضر الكبرى في العالم الإسلامي يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقى وانتخب منها ما دونه في صحيحه. لذلك كتاب عايز حد، طبعا هو مش مستحيل، لكنه عايز حد جامع، حد في مستوى البخاري. لأنه ممكن العالم يعرف طرق أهل الحجاز بس، من هم رواة الحديث المشتغلون به من الحجازيين أبقى عارفها دي كويس. ممكن واحد تاني يبقى عارف رواة الحديث في الشام، فعارف أحاديث الشاميين، عارف أحاديث العراقيين، لكن مين بقى اللي هيجمع ما عند الشاميين والحجازيين والعراقيين؟ لذلك صحيح البخاري يعني استصعبه الناس. ده مواجه من أوجه الصعوبة. من أوجه الصعوبة أيضا في صحيح البخاري أنه تراجم الإمام البخاري. الإمام البخاري كان بيستنبط من الأحاديث معنى ويحط عنوان، يقول لك بابه الفهم في العلم، أو الفهم مقدم على الحفظ مثلا، واستنبط هذا المعنى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يورد الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى أو الجزء في الحديث الذي يؤيد هذا المعنى. لذلك تلاقي الحديث في صحيح البخاري متقطع، ممكن الحديث الواحد يموجود في أكثر من باب وفقا للمعنى الذي يستنبطه البخاري من الحديث. فأنت محتاج تعرف ليه الإمام البخاري الرابط بين الترجمة، لأنه ممكن ما يظهر لكش الاستنباط، يعني هو استنبط المعنى منين، من أين ظهر له هذا المعنى، وانت طبعا بالنسبة لك المعنى مش ظاهر، فلذلك يحتاج إلى دقة. لذلك قال وكذلك يحتاج إلى معنى النظر في التفقه في الترجمة، لأن فقه الإمام البخاري، الإمام البخاري محدث يعني ملوش كتاب في الفقه خلاص كده، لكنه كان فقيه. طب فين فقه البخاري؟ قال لك في تراجمه، تعرف آراء الإمام البخاري الفقهية في التراجم اللي هي عناوين الأبواب، إنه بيستنبط من الأحاديث الإيه؟ المعاني، لأنه يترجم الترجمة ويرد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويرد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى. لذلك هتلاقوا فيه مكررات،
يعني العبارة دي النبوية دي يؤخذ منها معنيان أو ثلاثة، فهتلاقي دي يكرر العبارة دي في أكثر من باب، فلذلك هتلاقي يقول لك حديث البخاري عدد أحاديثه بالمكرر ولا من غير المكرر، لأنه في أحاديث متكرر. قال لأنه يترجم الترجمة ويبدو فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويبدو فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمه إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه واختلافها، ومن النظر في تراجمه لبيان المناسبة بين الترجمة والأحاديث التي في ضمنها. يعني دي وجه أيضا من أوجه الصعوب، إنك ما المناسبة بين الترجمة والأحاديث. فقد وقع له في كثير من تراجمه خفاء، يعني أنت مش عارف إيه العلاقة بين العنوان والحديث، عايز دقة نظر خلاص كده، خفاء المناسبة التي في ضمنها. وطال كلام الناس في بيانها حتى ألفت كتب في تراجم من البخاري بس، تمام، كما وقع في كتاب الفتنة في الباب الذي ترجم فيه بقوله باب تخريب البيت ذي السويقتين من الحبشة، يعني معنى الباب إنه الكعبة سيخربها رجل يلقب بذي السويقتين وموطنه من الحبشة. خلاص كده ده عنوانه، احنا فهمنا العنوان الحمد لله، تمام. ثم قال في الباب ده مثال على ماذا؟ على خفاء المناسبة بين العنوان وبين ما يريده الإمام البخاري تحت هذا العنوان. ثم قال في الباب، قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ولم يزد على ذلك شيئا، ما زودش حاجة. بعض العلماء بيقولوا إن الإمام البخاري كان أحيانا يضع ترجمة الباب أو عنوان الباب وفي نيته أن يزيد وأن يضع أحاديث، يعني هو هنا ترجم موضعش أحاديث. ليه؟ لأن أحاديث بالسويقتين اللي هي مش موجودة في صحيح البخاري خلاص ربما لا تكون قد بلغت درجة الصحة التي يرجوها البخاري. طب إيه الفايدة أنه يورد العنوان مستنبطا من أحاديث لم تبلغ درجة الصحة التي يرجوها البخاري؟ العبرة هنا أن يقول لك الأحاديث دي نعم منسوبة لرسول الله لكنها ليست على شرطه. فأنت استفدت هنا حاجة، إنه هذه الحديث معتبرة عند البخاري لكن ليست على شرطه. طيب إذن إيه؟ ولم يزد على ذلك شيء وخفي على الناس وجه المناسبة بين هذه الترجمة وما في الباب. طبعا برضو المناسبة إيه؟ المناسبة بين حديث السواقتين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المناسبة بين الآية وتخريب البيت أيضا دي تحتاج إلى دقة نظر. تحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة نظر. كأن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يقول إن هذا البيت آمن حتى يخربه ذي السويقتين، والله أعلم. فمنهم من قال كان المصنف رحمه الله يكتب التراجم في المسودة ثم يكتب الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له، زي ما قلت لحضراتكم من شوية، إنه كان يكتب عناوين الأبواب ثم بعد ذلك ما يصح عنده بشرطه يورده، يعني عامل مسودات وبعدين يدور على ما يدل على هذه الايه على هذه المعاني في الاحاديث، فربما يعني لا يجد ما يستوفي الشرط. قال وتوفي قبل ان يستوفي حشو التراجم فروي الكتاب كذلك. وسمعت من اصحاب القاضي ابن بكار قاضي غرناطه واستشهد في واقعة طريف سنة 41 و700 وكان قائما على صحيح البخاري أنه أراد بالترجمة تفسير الآية بأن ذلك مشروع لا مقدر. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني عايز يقول إنه طبعا ابن خلدون هنا بيحكي المناسبة بين عنوان الباب الذي أورده البخاري وهذه الآية، فبيقول إنه لما بيورد هذه الآية عايز يقول إنه تخريب الكعبة مش مقدر وإنما هو أمر شرعي، فالحفاظ على الكعبة مطلوب شرعا وتخريب الكعبة مناف لحكمة الشريعة أو مناف لمراد الشريعة، وفي فرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري، في فرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري. الحكم الشرعي
أنت مخاطب به، فيه أمر ونهي، افعل ولا تفعل. الحكم القدري أنت بس تتفرج عليه من بعيد، عليك أن ترضى فيه بمراد الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما نقول فلان قتل فلانا، دي تتضمن حاجتين، فلذلك أنت كل حادثة بتحصل ينبغي أن تنظر لها بمنظارين، منظار الحكم الشرعي ومنظار الحكم القدري. فأنت من ناحية المنظار الشرعي هتقول هذا الرجل القاتل ارتكب محرما ولا بد من القصاص، وهو مجرم قاتل ونرجو للمقتول الثواب. طيب ده أمر. الأمر الثاني اللهم صل على سيدنا محمد. الأمر الثاني إنك تنظر المسألة من عين أو بالحكم القدري، فتقول أن هذا الشخص المقتول قدر الله عليه أزلا أن يقتل، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، وبالتالي علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره. فأنت من ناحية قلبك مطمئن لأن هذا هو حكم الله وهذا مراد الله أزلا، وفي الناحية الثانية بتقول فلان القاتل ينبغي أن نقيم عليه الحد. فبتفرق بين الإيه؟ بين الأمرين، ولا نخلط بين الأمرين، ما تخلطش بين الأمرين حتى لا تنقلب إلى إنسان جبري. بإذن ده معنى كلام الشيخ، يقول لك وكان قائما على صحيح البخاري أنه أراد بالترجمة اللي هي العنوان يعني تفسير الآية بأن ذلك مشروع لا مقدر، بأنه وإذ جعلنا البيت مثابة، مش حكم قدري ده حكم شرعي، يعني الله يطلب منا إحنا المخاطبين بأن نجعل البيت آمنا، فإذا لم يكن البيت آمنا فهو بتقصير منا. واضح؟ طيب، لأن الإشكال إنما جاء من تفسير جعلنا بقدرنا، وإذا كان المعنى شرعنا لم يكن لبس في تخريب ذي السويقتين إياها. يبقى لو فسرت هنا لما تيجي تقول هنا وإذ جعلنا البيت يعني قدرنا، قدر الله لا يتغير أو قدر الله نافذ، لكن إذا فسرت قلت وإذ شرعنا البيت يعني كلفنا عبادنا بأن يكون البيت آمنا، فأنت عليك يا عبد الله أن تؤمن الناس في هذا البيت وأن تكون أنت في هذا البيت إيه؟ آمنا أو عاملا على إيجاد الأمان في البيت. طيب، فإذا البخاري لما يقول العنوان ده مع الآية دي تعرف أن البخاري كان يقصد معنى دقيقا كما قال الشيخ إيه؟ كما قال الشيخ هنا. قال سمعت ذلك من شيخنا البركات البلفيقي أو البلفيقي عنه، وكان من أجلة تلاميذه، ومن شرحه ولم يستوفي هذا كله فيه فلم يوفي حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم، ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمه الله يقولون كتاب شرح كتاب البخاري دين على الأمة، يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوفي ما يجب له من الشرح لهذا الاعتبار. طبعا ابن خلدون توفى سنة كام يا جماعة؟ حد فاكر؟ 808 هجري. طب يعني خلينا أسألك سؤال بطريقة تانية، أيهما أسبق، ابن حجر العسقلاني ولا ابن خلدون؟ ابن حجر من علماء القرن الكام؟ ابن حجر من علماء القرن التاسع، توفى سنة 852، ده ابن حجر العسقلاني. طيب ابن خلدون توفى سنة كام؟ عنده الولاية 808 هجري. 808، فأيهما أسبق الآن؟ ماشي واحد، جزاك الله خير. فأيهما أسبق الآن، ابن خلدون ولا ابن حجر العسقلاني؟ ابن خلدون، لأن ابن حجر توفى قلنا 852، تمام؟ فيبدو ابن خلدون لم يطلع أثناء كتابة هذه المقدمة، أو لم يكن الإمام ابن حجر العسقلاني قد ألف شرح صحيح البخاري، لأنه الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله شرح صحيح البخاري شرحا لا مزيد عليه، لدرجة أنه قال لا هجرة، قالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص ابن حجر كفى ووفى.
اللي هو كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب موسوعة حديثية استوفى فيه الإمام ابن حجر عليه رحمة الله شرح الأحاديث، وتكلم عن تراجم الأبواب، وتكلم عن الرواة، وتكلم عن فقه الحديث، وتكلم عن أمور يعني بحيث طالب العلم يعني يخرج من قراءته لهذا الكتاب بفوائد كثيرة جدا. وتضمن الكتاب فقه، وتضمن عقائد، وتضمن مواقف تاريخية، وتضمن حديث عن الرواة، وتضمن جرح وتعديل، وتضمن أمور كثيرة جدا. فاستوفى ابن حجر عليه رحمة الله تعالى شرح الصحيح، وقلده في ذلك، أو يعني سار على نفس النهج، معاصره الإمام بدر الدين العيني، لأن ابن حجر كان شافعي. طبعا أحاديث الأحكام هيتكلم عليها من وجهة نظر الشافعية، بعد كده بدر الدين العيني كان حنفي فشرحه أيضا يعني إيه، ووجه الأحاديث وجهة حنفية. فأنت عندك أبرز شرحين صحيح البخاري وأحسن شرحين صحيح البخاري فيما أعلم، فتح الباري وعمدة القاري. فتح الباري بيحبه الشافعية، عمدة القاري بيحبه الإخوة الحنفية. صح يا شيخ محمود، مش أنت حنفي؟ نعم سيدي، يقولون أن العيني أخذ من فتح الباري. شفت ازاي بقى؟ وكان متعاصرين، وكان بينهما ما صنع الحداد، زي السخاوي والسيوطي كده، كان في بينهم كده سجالات علمية يعني، ربنا يرحمهم جميعا. يبقى اذا ده بالنسبة لصحبه. يبقى اذا العبارة ديت لما يقول لك انه لم يستوفي، ابن خلدون هنا لما يقول لم يستوفي، معنى ذلك انه لم يطلع على فتح الباري، أو لم يكن فتح الباري قد ألف بعد. لم يكن فتح الباري قد ألف بعد، ليه؟ لأنه فتح الباري بإجماع أهل العلم لما ألف العلماء قالوا لا هجرة بعد الفتح، خلاص استوفى. يعني ابن حجر العسقلاني، عشان تعرفوا إن إحنا علينا ديون لأهل العلم، علماءنا الكبار جدا. يعني إذا كان شرح صحيح البخاري دين على الأمة، فقد قضى عنا هذا الدين الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. طيب، قال وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري. ليه بيفضلوا الجماعة المغاربة على صحيح البخاري؟ قلنا العلماء اللي بيفضلوا صحيح البخاري على مسلم لا من ناحية قوة الأحاديث، لأنه البخاري لا شك شرطه أقوى، لكن من ناحية السهولة، لأنه مرتب على الأبواب، مرتب ترتيب موضوعي. وأما صحيح مسلم فكثرة عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري. قال ابن الصلاح إنما يفضل على كتاب البخاري بما وقع فيه من تجريده عما مزج به البخاري كتابه من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه. البخاري أورد في كتابه، أو كان أحيانا يورد في كتابه، بعض الأحاديث المعلقة. طيب، وهذه المعلقات لا تقدح، هم حوالي 12 حديث في صحيح البخاري. هذه الأحاديث المعلقة لا تقدح في صحيح البخاري من كونه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. لماذا؟ لأن العلماء الذين جاءوا بعد البخاري ألفوا كتب في تغليق التعليق. إيه، ما هو الحديث المعلق يا شيخ محمود، فاكر؟ هو سيدي أن يروي مثلا عن البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذف سنده، بحذف السند، أو بحذف راوي أو اثنين، بحذف راويين من الإيه، بحذف راويين من ال جهة المصنف، من جهة المصنف أو من جهة. فإذا طبعا البخاري لم يعاصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصح أن يروي عنه مباشرة. تمام، الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله ألف كتاب تغليق التعليق، ووصل هذه الأحاديث التي علقها الإمام البخاري بشرطه. طيب، إذن قال وأكثر ما وقع له ذلك في التراجم وأملى الإمام المازيري. طبعا في التراجم يعني هو كان الإمام البخاري أحيانا يأخذ المعنى، يأخذ الترجمة من حديث، يأخذ الترجمة كمان من حديث، فلذلك أكثر معلقاته في التراجم أو في العناوين. وأكثر ما وقع له ذلك في التراجم وأملى الإمام المازيري من فقهاء المالكية عليه شرحا وسمى المعلم بفوائد مسلم. هذا الكتاب المعلم بفوائد مسلم هذا حققه واحد من مشايخنا
دكتور يحيى إسماعيل، وطبع حديثا، طبع في 10 مجلدات تقريبا ولم يطبع قبل ذلك، المعلم فؤاد مسلم. وهذا الكتاب استفاد منه يعني العلماء كثيرا، ولم يخرج لعالم الطباعة إلا من تقريبا نقول 15 سنة أو شيء من هذا القبيل. اشتمل على عيون من علم الحديث وفنونه من الفقه، ثم أتمه القاضي عياض من بعده وأتمه وسماه إكمال المعلم، وتلاهما محي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء شرحا وافيا. يبقى إذن زي ما ابن حجر عمل، استفاد من شراح البخاري السابقين وزاد عليهما حتى صار كتابه لا هجرة بعده، استوفى كل ما يتعلق، كذلك فعل الإمام النووي عليه رحمه الله. فأشهر شرحين على صحيح البخاري هما شرح ابن حجر العسقلاني على البخاري وشرح النووي على البخاري. أنا العبد الفقير أقول إنه أفضل شرح على صحيح المسلم يعني ليس شرح الإمام النووي، وإن كان شرح الإمام النووي شرح مبارك ومختصر وجميل، لكن أنا شايف إنه من قام بحق صحيح المسلم كما قام به ابن حجر العسقلاني شيخنا الدكتور موسى شاهين لاشين عليه رحمة الله تعالى. شيخنا الدكتور موسى شاهين لاشين شرح صحيح مسلم في 10 مجلدات كبار، وطبع في دار الشروق في القاهرة، ويعني أعتقد أنه يعني خدم صحيح مسلم كما خدم صحيح البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح المنعم، فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. فإحنا عندنا الآن فتحين، فتح على البخاري وفتح على مسلم. فتح البخاري، الفتح على البخاري تأليف ابن حجر فتح الباري، ثم فتح المنعم لشيخنا الدكتور مشعل لاشين، وهذان من وجهة نظر عبد الفقير إلى الله أفضل شرحين على هذين الكتابين. كتاب النووي زي ما قلنا حضراتكم كتاب مبارك وجميل ومختصر، لكنه لم يوفي شرح مسلم حقه. شيخنا رحمه الله وفى الكتاب حقه، فكان أول حاجة يريد المعنى الإجمالي للأحاديث، يعني يريد الأحاديث الباب كلها، كل الأحاديث الواردة مثلا في مثلا الإيمان حيث متعلقة بمسألة الإيمان مثلا، متعلقة بطهارة مثلا، أول حاجة الشيخ عملها يريد المعنى الإجمالي للأحاديث ويجمع بين الأحاديث ويؤلف بينها بحيث تعصي للقارئ معنى واحدا متآلفا، ثم بعد ذلك يقوم بشرح مفردات، شرح مفردات الحديث وشرح عبارات وتراكيب الأحاديث، ثم بعد ذلك يعرب الأحاديث أو يعرب ما يحتاج إلى إعراب في الأحاديث، ثم بعد ذلك يذكر الدروس المستفادة من الأحاديث، فرتبه ترتيب عصري كمان. وهذا الكتاب احنا درسنا، قلنا كان هو المقرر علينا في الكلية، الشيخ كان لسه بيألفه الله يرحمه، كان لسه الشيخ بيألفه، ف يعني كان مقرر علينا في سنة أولى، ثم في السنة الثانية من كلية أصول الدين في القاهرة. الجزء الثاني أعتقد كان مقرر علينا في سنة أولى من الكتاب. طيب القصد، قالوا أما كتب السنن الأخرى الثلاثة وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر شراحها في كتب الفقه إلا ما يختص. نقف هنا عند كتب السنن وشرحها لأن دي فيها كلام كتير، لأنه أحسن من اعتنى بشرح هذه الكتب الأربعة كتب السنن الجماعة الهنود، بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني عندهم عناية فائقة بكتب السنن. إن شاء الله نبدأ بهذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.